الو، ايوه يا ابو محمد اتفضل. الله يرحم الناس اللي ماتت. يا رب اللهم امين. بالنسبه بقى لكم الوزير والحكومه، هي لو استقالت هتبقى كويس يعني، تبقى انت مبسوط؟ يعني ايه لو استقالت ابقى انا مبسوط؟ يا ابو محمد ما تتكلم كلام عدل بالله عليك. يعني ايه لو انا اتبسط لما وزير فاسد يقال؟ اتبسط طبعا وابقى مبسوط جدا. امال ما اتبسطش لما مصري يموت بسبب اهمال وزير، الوزير يلبس البيجامه ويقعد في بيته ايا كان هو مين. لو معاه 500 نجمه ولا اللي معينه في ام الوزاره دي، مين يعني؟ مين هو عشان يقعد والناس بتموت؟ يمشي يا عم يقعد في بيتهم. تمام. الدم المصري مش رخيص والمواطن المصري مش رخيص عشان يموت والوزير قاعد متمسك بالكرسي. اه طبعا اتبسط وافرح جدا يوم اما المهمل يعاقب والمسيء يعاقب والفاسد يتشال. امال اتبسط امتى؟ لما الوزير الناس تتقتل وهو يبقى قاعد على الكرسي وملمع لي القرعه بتاعته والناس بتموت؟ انت مبسوط يعني وهو موجود والناس بتموت يا ابو محمد؟ طب ممكن اكمل بعد اذنك؟ اتفضل يا حبيبي. تمام. طب بالنسبه للقطار لما كانت بتلبس في بعضها ايام مرسي، ما كنا بنطالب بالسكارة الحكومه قطورة مين يا حبيبي اللي ايام مرسي كانت بتخبط في بعضها والناس بتموت؟ قطورة مين؟ وكان مين الوزير وحصل فيه ايه؟ يلا نشط ذاكرتك كده وقول لي. ها؟ حاجه وبعدين حاجه اقول لك على حاجه، لو ايام الدكتور مرسي كانت القطوره بتخبط في بعضها والناس بتموت، ده غلط. ودلوقتي ايام كامل الوزير وعبد الفتاح السيسي، ده غلط. الغلط واحد في اي عهد ومع اي حد. والمسيء يحاسب والفاسد يحاسب ايا كان اسمه او انتمائه. انت ايه اللي مضايقك في ده؟ انت حلو. كمواطن تمام. مصري تزعل من ده ليه؟ اكمل؟ طيب كمل يا اديني حبيبي فرصتي. اتفضل. ماشي. ايام مرسي ما كانش بيتحاسبوا، لما كان حد بيحاسبه يقول لك ده كان حرب على الاسلام، ده هما بيفشلوا الحكومه، ده بيفشلوا الوزير، اه مش ده اللي كان بيحصل؟ ده كان ده انت خلصت يعني؟ خلصت؟ لا مش خلصت. طب انت كمل يلا كمل. لما تركيا خربت ما قلتوش الحكومه تستقيل ليه؟ تركيا اللي خربت يا ابني؟ انت يا ابني عاش في المخلل. بقول لك يا ابو لا محمد، بقول لك يا محمد، في ناس مهمه جدا والله العظيم بيقعدوا بالشهور يا عيني عشان يقعدوا بس يكلمونا ويعملوا مداخله. فارجوك يا ابو محمد تصبح على خير وافرح بكامل الوزير، وروح الصبح عند وزاره النقل واقف كده امسك صوره لكامل الوزير واقعد اقول له ايه، خليك قاعد يا كامل بيه وخد لك كده حبه قلاديش ويمكن يظروفك حاجه في ظرف والدنيا تبقى تمام. وخليك مع ابو محمد نايم، خليك نايم. انتوا لو ما اتحركتوش لما الناس تموت هتتحركوا امتى؟ بقول لك مصريين يا اخي، بص على المناظر، الناس محصوره في عربيتين وكامل الوزير فين؟ كامل الوزير فين؟ الوزير في ارض الحادث دلوقتي فين؟ هينزل امتى للناس؟ امتى هينزل للناس الوزير؟ مستني ايه؟ مستني ايه؟ مستني لما النهار يطلع ويسرح ويتحط له الميك اب بتاعه وينزل ياخد اللقطه مع 500 كاميرا من كاميرات مدينه الانتاج الاعلامي و500 واحد افاق وطبال يقعدوا يطبلوا له بالليل في مدينه الانتاج في التوك شو ويقول لك كامل بي امر بصرف مش عارف كام دولار للناس اللي ماتوا وراح مش عارف دولار ايه؟ حتى هيقول دولار يا عم بقى يعني. خلاص استاذ احمد من مصر برحب بيك يا استاذ احمد. مش عارف كام دولار. السلام عليكم.